أهلا بيكم، معاكم دكتورة هبة زكريا أبو حشيش، مدرس الملابس والنسيج بقسم الاقتصاد المنزلي كلية البنات جامعة عين شمس، ودي محاضرة في مادة آلات تصنيع الملابس. المحاضرة دي تعتبر مدخل للتعرف على صناعة الملابس، وهنتكلم فيها عن سلسلة التوريد في صناعة الملابس، الأقسام المختلفة في مجال صناعة الملابس الجاهزة، تصنيف أنواع الملابس المختلفة، أهمية الاستجابة السريعة لطلبات السوق، وأهمية الخياطة كعملية أساسية في صناعة الملابس. صناعة الملابس هو نشاط بيأثر فيه وبيسيطر عليه عدة عوامل، منها الحاجة للمهارات البشرية، المواد الخام وأنواع المنتجات المختلفة، تقنيات وحجم الإنتاج، وأسواق البيع بالتجزئة، والعلامات التجارية. شركات صناعة الملابس بتتنوع ما بين النشاطات العائلية الصغيرة إلى الشركات متعددة الجنسيات أو المالتي ناشونال. عادة ما بتكون سلاسل التوريد عالمية، بحيث بيتم الحصول على الموارد من العديد من البلدان المختلفة، والتنوع ده بيصعب تواجده في أي صناعة تانية. السوينج أو الخياطة هي العملية الأساسية في صناعة الملابس، واللي ليها تأثير على مجموعة متنوعة من فنون النسيج والحرف اليدوية، بما في ذلك النسيج والخياطة والتطريز وشغل الخيامية والتابستري والباتش وورك، واللي بيعني خياطة الأغطية من بواقي الأقمشة. عملية تصنيع الملابس تطورت وخضعت لعدة تغييرات تقنية. التغييرات التقنية دي بتشمل التطورات التكنولوجية في صناعة الملابس، واستخدام الحاسب الآلي في تصميم وصنع النماذج والقطع المختلفة، وبرضو 3D scanning واللي بيعني تكنولوجيا المسح ثلاثي الأبعاد، واستخدام الروبوتات والتكنولوجيا القابلة لللبس أو الويرابل تكنولوجي، والأنظمة المتقدمة لنقل المواد. من التطورات المهمة برضو واللي حصلت في مجال صناعة الملابس هو الاستخدام المتزايد للروبوتات لنقل المواد والمكونات داخل المصنع، وده بالتأكيد ساعد في تحسين كفاءة الإنتاج. ومع ذلك بتعتبر صناعة الملابس وخاصة تكنولوجيا الخياطة أقل آلية بشكل ملحوظ، ولازالت بتعتمد في العديد من الخطوات على العامل البشري، وده مقارنة بالصناعات الأخرى. هنتكلم في الجزئية دي على الـ Clothing Supply Chain أو سلسلة التوريد في صناعة الملابس. وسلسلة التوريد ممكن نقول إن معناها إنها شبكة عالمية بتستخدم لتقديم المنتجات والخدمات من المواد الخام للعملاء من خلال هندسة وتنظيم المعلومات والموارد المختلفة والتوزيع. سلسلة التوريد في صناعة الملابس بتبدأ الأول من المواد الخام Raw Material Network. في المرحلة دي بيتم إعداد وتجميع المواد الخام المطلوبة، سواء كانت ألياف طبيعية نباتية زي القطن، أو ألياف طبيعية حيوانية زي الصوف، أو ألياف صناعية زي البوليستر. بعد كده بننتقل لمرحلة تانية، وهي مرحلة وسيطة وبيطلق عليها Intermediate Goods Network، والمرحلة دي خاصة بالتكستايل سيكتور أو بقطاع النسيج. بتتضمن المرحلة دي العمليات اللي بتتم على الألياف كمواد خام أولية وتحويلها لخيوط، والعمليات دي زي عملية الغزل أو السبينينج. بعد كده بيتم تحويل الخيوط لأقمشة خام غير مجهزة، وإنتاج أقمشة منسوجة أو غير منسوجة أو أقمشة تريكو. وأخيرا عمليات بتتم على الأقمشة زي عمليات الصباغة والطباعة والتجهيز. بعد كده بننتقل لمرحلة البرودكشن، والمرحلة دي خاصة بصناعة الملابس. بيتم فيها تحويل الأقمشة المجهزة لملابس عن طريق القيام ببعض عمليات زي التصميم والقص والخياطة والكي وتركيب العراوي والزراير وغيرها. في المرحلة الثانية وهي مرحلة التوزيع، بتعتمد المرحلة التوزيع بقدر كبير على البراند نيم وشركات التجارة العالمية. بعد كده بنوصل لمرحلة التسويق أو الماركتينج نتورك، واللي بيلعب دور كبير فيها تجار الجملة وتجار التجزئة ومحلات الأوتلت والتجارة الإلكترونية. في النهاية بيوصل المنتج للمستهلك. Various departments in the garment industry، وفي الجزء ده هنتكلم عن الأقسام المختلفة في مجال صناعة الملابس الجاهزة. الأقسام الخاصة بصناعة الملابس الجاهزة زي ما هي قدامكم 17 قسم، كل قسم منهم مختص بجزء معين في الصناعة، وهقوم بشرحهم شرح مختصر لتوضيح أهمية كل قسم.
القسم الأول هو قسم الميرشندايزنج أو القسم التجاري. الجزء ده مخصص للعمليات التجارية، بيتم تعريفها على إنها عملية حيوية بتتضمن تخطيط وتطوير وتنفيذ المنتج وإرسال المنتج للمشتري. القطاع ده برضو بيشمل على الترويج والإعلان عن المنتج وتسويقه، والهدف الأساسي من عملية التسويق هو تطوير المنتجات والتكلفة والطلب على المنتج، وده بالطبع ليه اتصال مباشر مع المشتري. القسم ده برضو مسؤول عن تسويق المنتج في وحدة الملابس، وبيتضمن جميع المسؤوليات بدءا من التوريد وحتى الانتهاء من عملية الإنتاج. السامبلينج ديبارتمنت، والقسم ده خاص بتنفيذ العينات. عمل القسم ده بيتم بالتنسيق مع قسم التجارة وقسم الإنتاج. بيتم في القسم ده تنفيذ عينة من المنتج المطلوب علشان يتم التنبؤ بمظهره النهائي ومدى ملائمته عند إنتاجه بكميات كبيرة، وكمان علشان يتم التأكد من إنه مطابق للمواصفات اللي كان طالبها العميل أو المشتري. بيساعد تنفيذ نموذج من المنتج المطلوب قبل إنتاجه بأعداد كبيرة على تحديد كمية القماش اللي هتستهلكه القطعة، وكمان الخيوط اللي هتحتاجها وغيرها من الملحقات الخاصة بالقطعة المطلوبة، وده طبعا بيساعد في تحديد تكلفة القطعة عند الإنتاج بكميات كبيرة. Fabric Sourcing أو قسم التوريد، بيهتم قسم التوريد بتحديد مصادر الأقمشة. بيقوم القسم ده بتحديد مكان وكيفية شراء الأقمشة المطلوبة لإنتاج منتج ملبسي معين. القسم ده بيعمل بالتنسيق مع القسم التجاري علشان يتم تسليم الملابس المطلوبة في الوقت المحدد وبالتكلفة المناسبة. Purchasing Department أو قسم المشتريات. الاختلاف الرئيسي بين قسم التوريد الـ Sourcing Department وقسم المشتريات الـ Purchasing Department هو إن قسم التوريد بيعمل على تحديد مصادر الأقمشة فقط، في حين إن قسم المشتريات بيعمل على توفير الملحقات الأخرى اللازمة لإنتاج الملابس زي الكلف والإكسسوارات. Fabric Inspection Department قسم فحص النسيج. الهدف الرئيسي لفريق فحص النسيج في المصنع هو التعرف على عيوب النسيج وتحليلها باستخدام طرق قياسية مختلفة واختيار القماش وفقاً لمستوى الجودة المطلوب. Accessory Stores Department أو قسم مخازن الإكسسوارات. بيتم في القسم ده استلام الإكسسوارات والمواد الخام المكملة بصورة رسمية من التجار. Production Planning Department قسم تخطيط الإنتاج. عند استلام الطلبات من التجار بيتم إجراء اجتماعات ما قبل الإنتاج مع الإدارات المختلفة في مصنع الملابس، وبعد كده بيقوم قسم الإنتاج بتحديد نمط الإنتاج والوقت المحدد لإتمام العملية. Laboratory Department قسم الاختبارات. لازم يكون مركز الاختبارات في الصناعة مجهز بجميع الأدوات الأساسية اللازمة لاختبارات النسيج وملحقاتها، وفي حالة عدم وجود مختبرات في مصنع الملابس يجب إرسال القطع المطلوب إجراء اختبارات عليها لمختبرات خارجية مرخصة ومعتمدة. Machine Maintenance أو قسم الصيانة. صيانة الماكينات المختلفة المستخدمة في عملية صناعة الملابس مهم جدا للحفاظ على جودة المنتج، وإجراء عمليات الصيانة بصورة مستمرة بتهدف لتقليل وقت التوقف عن العمل نتيجة العيوب اللي بتظهر أو تعطل المكنة، وكمان إجراء الصيانة الدورية بيزيد من عمر المكنة. CAD Section، وكاد هو اختصار لـ Computer Aided Design، والمقصود هنا هو قسم التصميم باستخدام الكمبيوتر. عادة مصانع الملابس الكبيرة بيكون عندها قسم للكاد لتصميم الملابس المختلفة، والقسم ده بيكون مسؤول عن تحديد تكلفة عملية القص، إتمام عملية القص بكفاءة أكبر، تطوير وتعديل الباترونات، عمل تدريج للمقاسات لباترونات القطع المطلوب قصها وإنتاجها، رسم الباترون بواسطة الكمبيوتر. Cutting Section، والمقصود بالكاتينج سيكشن هو قسم القص أو قطاع القص في مصانع الملابس الجاهزة.
عادة ما بيتلقى قسم القص أمر القص بكميات معينة من الملابس من مدير الإنتاج. الأوردر شيت الخاص بالقص بيحتوي على عدد من المعلومات زي متوسط عدد القطع ووزن القطعة، المقاسات المختلفة، تصميم القطعة الملبسية الواحدة، أمر الشراء، بيانات خاصة بالقماش المطلوب، تعشيق البطرون، طول الفرشة، الألوان اللي هتتقص منها القطع أو المقصود بيها ألوان الأقمشة. Production Department أو قسم الإنتاج. قسم الإنتاج بيجمع البيانات الخاصة بالموديلات وعدد العمال القائمين على العمل وهدف الإنتاج اليومي وكمية الإنتاج عامة وغيرها. بعد استلام جميع التفاصيل اللي ذكرناها دي بيرسل قسم الإنتاج أمر لقسم القص علشان يبدأ في عملية قص القماش، وبعد تجميع مكونات القطعة الملبسية بيتم إجراء فحص للقطعة لمطابقتها لمواصفات اللون والمقاسات المطلوبين. Industrial Engineering Section قسم الهندسة الصناعية بيقوم القسم ده بالتنسيق مع العديد من الإدارات في المصنع وبيوفر الخطة الكاملة لتصنيع الملابس ومعايير الاستهلاك للخيوط والإكسسوارات وتحديد مستوى مهارة العمال والجوانب التانية اللي ليها علاقة مباشرة بعملية الإنتاج. Embroidery Department أو قسم التطريز بيدخل القسم ده حيز الإنتاج لما بتكون القطعة اللي بيتم تنفيذها محتاجة يكون فيها تطريز. بيحصل القسم ده على قطعة القماش المقصوصة طبقا للبطرون المعد مسبقا وتفاصيل التطريز المطلوبة، وممكن كمان إنه القسم ده يحصل على عينة من الملابس المطرزة بالفعل علشان يتم استخدامها كعينة مرجعية. Fabric Washing Section القسم الخاص بغسل القماش. بعد الانتهاء من عملية التجميع والفحص بيتم إرسال الملابس لقسم الغسيل علشان يتم غسلها وتشطيبها طبقا لورقة المواصفات. Quality Assurance Department قسم أو وحدة ضمان وتأكيد الجودة. للحفاظ على جودة المنتج والتحكم فيها بيقسم قسم ضمان الجودة العمل لمراحل مختلفة من التصنيع، واللي بيتم تصنيفها لثلاث مجموعات رئيسية، وهي المجموعة الأولى هي وحدة ما قبل الإنتاج، المجموعة الثانية هي وحدة مراجعة والتدقيق في مرحلة القص، والمجموعة الثالثة هي وحدة الخياطة. Finishing Department قسم التشطيبات. قسم التشطيبات هو القسم الأخير في عملية إنتاج الملابس قبل عملية التغليف والتعبئة، وبيلعب القسم ده دور مهم في المظهر النهائي للملابس، وبيشتمل على عدة عمليات. أول حاجة التريمينج، وبتعني إزالة الخيوط الزايدة من الملابس عند مناطق الخياطة. تاني حاجة الانسبكشن، وبتعني فحص القطع الملبسية واللي بيعتمد بشكل أساسي على متطلبات المشتري. تالت حاجة البريسنج أو الكي، فبتتم عملية الكي بعد فحص القطعة الملبسية بالكامل، والكي بيكون بناء على طريقة تطبيق القطعة أثناء التعبئة. رقم أربعة التاجينج أو وضع العلامات، وده بيكون بعد الفحص بحيث بيتم إرسال القطعة لوضع العلامات عليها، واللي بتتضمن ملصقات خاصة بالمقاس والسعر وملصقات تانية إن وجدت في ورقة المواصفات على حسب طلب العميل. خامس حاجة الباكينج أو التعبئة، عادة ما بيتم التعبئة في علب من الكرتون بحيث بيتم تعبئة الملابس فرديا في أكياس بيطلق عليها البولي باج، وبيتم تنظيمهم بعد كده في العلب الكرتون. Classification of Clothing، وهنا هنتكلم على التصنيف لأنواع الملابس المختلفة. مفيش نظام تصنيف قياسي متاح لتصنيف الملابس، وبالتالي بيتم تصنيفها بناء على عدة جوانب زي التصنيف على أساس الجنس مثلا زي ملابس الحريمي وملابس الرجالي، التصنيف على أساس العمر زي ملابس الأطفال مثلا، أو التصنيف بشكل عام بناء على الشكل أو الستايل أو الخامة المصنوع منها القطعة الملبسية أو الاستخدام. حالياً بيتم تصنيف الملابس عموماً بناءً على عدة جوانب.
ممكن يتم تصنيف الملابس بناء على نوع القماش المصنوعة منه، زي مثلا قماش التريكو زي التيشيرتات، مثلا قماش منسوج زي القمصان الرجالي الجواكت، قماش غير منسوج زي اللي بيتعمل منها الحفاضات. ممكن كمان يتم تصنيف الملابس على أساس الموسم، زي مثلا ملابس الشتاء، ملابس الصيف، ملابس الربيع أو ملابس الخريف. ممكن كمان يتم تصنيف الملابس على حسب المناسبة، زي مثلا ملابس الحفلات، ملابس خاصة بأنشطة معينة، ملابس السهرة والملابس الليلية أو ملابس النوم. ممكن يتم تصنيف الملابس برضو على حسب الابليكيشن، والابليكيشن هنا مقصود بيها ان الملابس دي ليها نشاطات معينة، زي مثلا الملابس الفورمال او الملابس الرسمية زي القميص الرجالي الكلاسيك مثلا، ملابس السباحة زي المايوهات والكاش مايو، ملابس رياضية، والملابس الداخلية او اللانجري. ممكن كمان الملابس تتصنف على حسب طريقة التصنيع، فعندنا ريدي ميد جارمنتس أو الملابس الجاهزة، والتيلرد جارمنتس هي الملابس اللي بيتم تفصيلها. ممكن كمان الملابس تتصنف على حسب السورس بتاع الماتيريال اللي مصنوعة منه، فاحنا عندنا مثلا ممكن نقول ان احنا عندنا ملابس جلدية، ملابس قطنية، وملابس مصنوعة من خامات صناعية زي مثلا الفرو الصناعي. ممكن التصنيف برضو يكون على حسب الجنس والسن، فهتلاقوا عندنا مثلا وومنز وير أو ملابس الحريمي، المنز وير الملابس الرجالي، كيدز وير ملابس الأطفال، والتودلر أو ملابس الرضع زي البافتات. ممكن التصنيف يكون على حسب الشكل والتصميم، زي مثلا الفساتين، القمصان، الجونيلات، الجواكت. ممكن كمان الملابس نلاقيها بتتصنف على حسب طول القطعة الملبسية، فهنلاقي عندنا مثلا الشورتس زي الشورتات أو الملابس الداخلية، هتلاقي عندنا الثري كوارترز اللي هي الشورت الثلاث أرباع اللي هو بيكون أطول من الشورت العادي بس برضو بيفضل فوق الركبة، هنلاقي عندنا الفول وير زي مثلا البناطيل الطويلة، الجيبات الطويلة، البرمودا وير وهو بيكون أقصر شوية من الفول وير بيكون تحت الركبة، ده بيطلق عليه اسم البرمودا. في كمان البولو اوفر او الستوكينج، وده المقصود بيه اللي هي الكولونات. فاشن ريكوايرز ا كويك ريسبونس، الموضه تتطلب الاستجابه السريعه، وده بيعني انه لما بيقوم تاجر التجزئه بمطالبه المصنع بمنتج معين من الازياء بناء على طلب السوق، لازم المصنع يتفاعل مع الطلب ده بانتاج وتزويد التاجر بالكميه المطلوبه. بيشتمل عالم الملابس على مجموعة واسعة من المنتجات، بدءا من المنتجات الراقية الحصرية اللي عددها قليل، وحتى المنتجات السلعية المنتشرة واللي بيكون إنتاجها ضخم. الموضة ممكن تكون ملابس راقية بتحدد اتجاهات الموسم وبتصنع بكميات صغيرة وتكلفة عالية. بيوت الأزياء بتسعى لإحداث تأثيرات في السوق عن طريق تصميماتها ومنتجاتها. ومع ان ازياء المشاهير بتعتبر هامة جدا وخاصة بالنسبة للشباب، لكن المصممين ما بيتجاهلوش اهمية ازياء الشارع وبيدوروا دايما على الموضات المحلية واللي بتظهر بشكل غير متوقع وبتخلق طلب على منتجات ذات نمط ومظهر معين. في نوع من أنواع التجار واللي بيشتغلوا في الملابس العصرية ولكنها منخفضة التكلفة وبتكون غير مصممة لأنها تعيش وقت طويل، زي الملابس الداخلية والقمصان والزي المدرسي، وبيكون تأثير الموضة ضئيل جدا على النوع ده من الملابس، وكمان بيكون في طلب مستمر على النوع ده وبكميات كبيرة، وغالبا ما بيقوم المستهلك بشراء النوع ده من المنتجات مرات عديدة. في نوع تالت من الملابس واللي بيتم إنتاجها بالمئات أو الآلاف بمستويات متفاوتة من التغيير، ممكن تكون فساتين للسيدات أو الأطفال، بدل رجالي، ملابس النوم، الملابس الرياضية وأنواع تانية كتير.
بيزداد طلب المستهلك في المجال ده على الملابس الأنيقة أكتر، ولكنها بتكون مصممة وفقا لمعايير الموضة واللي ممكن تتحقق بسهولة في الإنتاج بكميات كبيرة. Sewing the art of joining materials. هنتعرف هنا على أهمية الخياطة كعملية أساسية في صناعة الملابس. ممكن نعرف الخياطة على إنها فن ربط الأجزاء أو القطع عن طريق الغرز اللي بيتم إنتاجها باستخدام الإبرة والخيط. الخياطة تعتبر من أقدم فنون النسيج، واللي بدأت في العصر الحجري القديم قبل اختراع الغزل والنسيج. الخياطة كانت بتعتبر مهنة نسائية من الأساس، وكان للمرأة دور مهم في إطالة عمر الملابس قبل القرن ال19. بالنسبة لمعظم الناس، الملابس كانت استثمار مكلف. استمر الناس قديماً في لبس الملابس القديمة البهتة عن طريق قلبها من الداخل للخارج، وفي كتير من الحالات كان بيتم فصل مكونات القطع الملبسية القديمة وإعادة تجميعها عن طريق الخياطة علشان تناسب تطبيقات تانية، أو تحويلها للحاف أو منتجات أخرى، وده اللي بيطلق عليه حديثاً اسم الريسايكلينج أو إعادة التدوير. بعد كده بدأت تتشعب الخياطة لتشمل صنع النماذج المختلفة والقص والكي وغيرها، وده كان بيفرض على النساء تبادل الخبرات مع بعضهم. بيعتبر التطريز مهارة ليها قيمة كبيرة، بحيث إنه الشابات اللي كان عندهم الوقت والقدرة كانوا بيفضلوا اكتساب المهارة دي، وكان للتطريز الزخرفي في كثير من الثقافات محل تقدير كبير. كانت الخياطة بتتم يدوياً فقط لآلاف السنين قبل اختراع مكنة الخياطة في القرن ال19. كانت الخياطة اليدوية فن بيقوم به الماهرين، وعلى الرغم من أن التطورات التكنولوجية ساعدت في الإنتاج الضخم للملابس في القرن ال20، إلا أن الخياطة اليدوية لا تزال مستخدمة لإنتاج بعض المميزات الفريدة في الملابس حول العالم. الخياطة اليدوية الجيدة اللي بيقوم بها فنانين النسيج والهواة كوسيلة للتعبير الإبداعي هي سمة مميزة للخياطة ذات الجودة العالية وأزياء الهوت كوتير. على الرغم من إن القماش لازم يتم قصه قبل الخياطة ولازم يتم كيه بعد الخياطة، إلا إن عملية الخياطة نفسها هي اللي بتهيمن على إنتاج مصنع الملابس مهما كان حجم المصنع كبير أو صغير. مكنة الخياطة في الحقيقة مش أكتر من إنها إبرة بتعمل بالطاقة مع آليات تانية، وده بينتج عنه سلسلة من الغرز اللي بتستخدم لوصل القطع القماش ببعضها، وكل الباقي متروك للعامل اللي بيقوم بتشغيل المكنة، والعامل ده ليه أكتر من مهمة، بحيث إنه بيقوم العامل بالتحكم في حجم الغرز وشد الخيط ومعدل الخياطة. بيتحكم العامل اللي بيشغل المكنة في شكل خط الخياطة، ومن ثم في شكل القطعة اللي بيقوم بخياطتها، ده بالإضافة لمطابقة وتثبيت طبقة واحدة من القماش في مقابل الأخرى. لازم يكون العامل عنده القدرة على قراءة وتفسير التعليمات الموجودة على بطاقة العمل الخاصة بالقطعة اللي بيقوم بخياطتها، ومعرفة الطريقة الصحيحة للضم المكنة والحكم على جودة القطع المنفذة أثناء وبعد الخياطة. إنتاج مكنة الخياطة بيتوقف على سرعة تشكيل الغرز وسرعة المكنة، واللي بيقدر العامل القائم على التشغيل استخدامها بفاعلية للحصول على أفضل النتائج. ومهما كانت هندسة تشغيل الغرز متطورة، فإن الوقت اللي بتاخده عمل الغرز أو الخياطة على المكنة عموماً في المصانع ما بيزيدش عن خمس متوسط وقت عملية الخياطة كلها. الأربع تخماس الباقيين بيتضمنوا أنشطة تانية ملازمة لعملية الخياطة، زي مثلا تحضير القماش، القص، التطبيق، عمل الكسرات، الكشكشة، وضع العلامات، التخلص من الزيادات بعد الخياطة والتجميع وغيرها. كل النشاطات دي هي جوهر عملية حياكة الملابس النموذجية. سبب استمرار سيطرة اليد البشرية على صناعة الملابس بترجع لحد كبير لطبيعة المواد الخام المستخدمة في صناعة الملابس. رقم واحد، طبيعة الأقمشة المرنة واللي بتنحني في جميع الاتجاهات، وعشان كده فإن اختراع المعدات الأوتوماتيكية لإجراء عمليات الخياطة
يعني بيكون أكثر صعوبة وتكلفة مما هو عليه في العمليات على المواد الصلبة المستخدمة في الصناعات الأخرى. السبب الثاني هو إن الأقمشة بتختلف في قابليتها للتمدد. من الضروري وجود حد أدنى معين من قابلية التمدد للخيوط علشان تتمكن إبرة المكنة من اختراق النسيج بشكل مرضي، ولكن قابلية التمدد والمرونة اللي بتقل عن الحد الأدنى ده أو بتزيد عنها بتسبب مشاكل أثناء الخياطة. بتختلف قابلية التمدد للأقمشة برضو وفقا لزاوية خط الخياطة بالنسبة للبرسل، يعني مثلا الخياطة اللي بتتم على النسيج الورب بزاوية 45 درجة بالنسبة للبرسل بتعرض القماش للمطاطية بصورة أكبر بكتير من الخياطة في اتجاه البرسل. السبب الثالث هو اختلاف سمك الأقمشة. في مشاكل بتكون مرتبطة بخياطة الأقمشة الرقيقة جدا زي الشيفون والحرير، أو الأقمشة السميكة جدا زي مثلا الجوخ، وكمان داخل القطعة الملبسية الواحدة بتختلف يعني السمك الإجمالي للقطعة المطلوب التعامل معاها نظرا لاختلاف أعداد الطبقات اللي بيتم خياطتها معا. فممكن يكون مثلا أنا بخيط قماشة متوسطة السمك لكن بخيط 3 أو 4 طبقات مع بعضها، فبيكون بالتالي القماش سميك فممكن تظهر مشاكل عند الخياطة. السبب الرابع والأخير هو إن الغرز لازم تستوعب مرونة النسيج، فبالتالي لازم الخياطة تكون متوافقة مع مرونة وانسدالية وملمس القماش. مفيش لحد دلوقتي بديل للخياطة بشكل عام، ومن الناحية العملية تعتبر الخياطة النوع الوحيد من طرق وصل قطع الأقمشة اللي بتقترب في خصائصها من خصائص القماش نفسه. حجرة أو غرفة قص القماش في المصانع بتنتج عدد من قطع القماش المقصوص بدقة زي ما هو مطلوب من قبل غرفة الخياطة. في غرفة الخياطة بيتم وصل قطع الأقمشة دي مع بعضها في شكل 3D أو ثلاثي الأبعاد. أما في غرفة القص فهنلاقي إنه التعامل بيكون مع القماش المسطح، وده بيكون أسهل في التعامل. وممكن كمان يتم قص أكتر من طبقة من القماش المرصوص فوق بعضه علشان نقص أجزاء الملابس بكميات كبيرة في وقت واحد باستخدام المقصات الكهربائية المختلفة. ده بيؤدي إلى قدر كبير من التطور التقني في العمليات المختلفة اللي بتتعلق بقص القماش وفرده، وكمان عملية القص نفسها. ده بيؤدي إلى إن المصانع بتبدأ تفكر في استثمار أموال في معدات القص باستخدام الكمبيوتر. ده بيمكنها من قص كميات كبيرة من الملابس من غير ما تكون محتاجة بقى لأعداد كبيرة من العمال. ده طبعا على عكس طبيعة مرحلة الخياطة واللي بتحتاج عمالة أكتر. وبمجرد النظر كده هنقدر نشوف انه غرفة قص القماش في المصانع هي مساحة واسعة فيها ترابيزات كبيرة وعدد قليل من العمال، في حين ان غرفة الخياطة في المصانع بتكون دايما مزدحمة بالعمال. من الناحية الاقتصادية فالمصنع بيفضل دايما قص كميات كبيرة من الأقمشة، وده بيكون منطقي من الناحية المالية. طبعا المصنع مش هيحتاج لتوظيف عدد كبير من العمال عشان يقوموا بعملية القص، لأن بيتم القص غالبا باستخدام الماكينات اللي بتعمل بالكمبيوتر.